حضراتكم والمجهودات على الفيديو اللي شفناه من شوية، لأن يعني زي ما كنت بقول في الأول كده، مفيش حاجة أغلى من صحة الإنسان علشان يهتم بيها ويحافظ عليها بهذا الشكل، وإنقاذ حياة إنسان هي خلينا نقول إن يعني مهنة الطب في المقام الأول هي مهنة إنسانية قبل أي حاجة. الخطة، أو خلينا نقول الأول قبل الخطة يا فندم، هو إيه اللي أدى لتراكم المرضى؟ إيه اللي أدى لأن إحنا بقى عندنا أصلا قوائم انتظار؟ طبعا في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر الفريق الإعداد على الفيديو اللي احنا شفناه النهاردة. بصراحة أنا فخور جدا النهاردة إن أنا بتكلم عن المبادرة، أنا ما بتكلمش باسم وزارة الصحة فقط، لأن في الحقيقة يعني في عوامل كتير جدا أدت لنجاح المبادرة دي، أهمها هو تضافر كل الجهود من ضمنها وزارة الصحة، الخدمات الطبية في القوات المسلحة، الشرطة، المجتمع المدني، طبعا وزارة التعليم العالي ممثلة في المستشفيات الجامعية. فطبعا التعاون اللي تم ما بين كل الجهات او كل الفاعلين المقدمين للخدمه الصحيه في مصر ومؤخرا كمان القطاع الخاص، كل ده هو يعني يعتبر عامل اساسي جدا في نجاح المبادره. كل دي جهات اتعاونت مع بعضها عشان كده وصلنا للنتيجه. للنتيجه دي. زي ما حضرتك شايفه النهارده وزي ما الساده المشاهدين شافوا النهارده التقرير اللي حضرتك عرضتيه، الصحه زي ما حضرتك قلتي بتمس المواطن المصري بشكل يومي. كان في تدخلات جراحيه ما كانش ينفع ان احنا نستنى عليها زي ما حضرتك قلتي، لان يعني البيت اللي فيه حد منتظر لتدخل جراحي او منتظر لعمليه، البيت ده بيموت كل يوم او بيتالم كل يوم لحد ما المريض ده بيعمل العمليه. كان عندنا مشكله طبعا لازم نعترف بيها، وان كان في يعني تراكم لقوائم انتظار المرضى في بعض الجراحات. حددنا الجراحات او التدخلات الجراحيه اللي فيها تراكم لعدد كبير جدا من المرضى، وفي نفس الوقت لها الاولويه في اجراء التدخل الجراحي، وكانوا 9 تخصصات طبيه او 9 تدخلات جراحيه. تمام. سياده الرئيس في 6/7 الشهر اللي فات يعني اطلق المبادره، وكان توجيهات سيادته صريحه جدا ان كل الفاعلين في القطاع الصحي يتعاونوا مع بعض علشان انجاح المبادره دي، ونوصل بشكل سريع جدا للمواطن، ونقدر نخفف عن المواطن الالم اللي بيعيشه كل يوم في انتظار الجراحات او في انتظار العمليه اللي هيعملها. كويس قوي. وبالتالي سياده الوزيره شكلت فريق عمل، و يعني من ضمن الفريق العمل ده كان زي ما قلت لحضرتك ممثلين عن كل الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص وحتى كمان عن منظمات المجتمع المدني، طبعا بمشاركة القوات المسلحة وممثلة في الخدمات الطبية، وبمشاركة الشرطة، وبمشاركة كمان مستشفى زي مستشفى وادي النيل. يعني عايز أقول لحضرتك أن المنظومة يعني كل يوم بيزيد فيها حد، زي ما بيقولوا كرة التلج كده، يعني المنظومة بتكبر كل يوم عن يوم. يعني عايز أقول لحضرتك أن احنا كان في اجتماع قريب جدا أعتقد من حوالي 10 أيام حضر فيه غرفة مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص. كويس قوي. عايز اقول لحضرتك ان هم كانوا بيتسابقوا، يعني انا عايز اخد 500 من حالات قوائم الانتظار، وانا عايز اخد 1000 من قوائم الانتظار. يعني الاكثر بقى فخرا او المدعاه للفخر اكثر ان المستشفيات دي مستشفيات حاصله على الجي سي اي او حاصله على شهادات اعتماد دوليه، وهي اللي النهارده بتطلب من وزاره الصحه وبتطلب من اللجنه المشرفه على انهاء قوائم الانتظار ان هي تشارك في الحدث ده. كويس قوي. طبعا ده نتيجه النجاح اللي حصل في المنظومه، ونتيجه ان المنظومه فعلا بدات صداها او بدا نجاحها يلمس المواطن المصري زي ما حضرتك شايفه في التقرير، ويحس فعلا ان الدوله فعلا بدات تتحرك في اتجاهه، وبدا يحس بالتغيير مش بس بقى في محافظه واحده في القاهره في اسكندريه، لا ده على مستوى كل المحافظات. ودي يعني اللي حصل ده من الشهر اللي فات لغايه اليوم اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، كميه الايجابيه والسرعه والتعاون ويعني النظام اللي حصل في تطوير المنظومه الصحيه في مصر في شهر واحد يثبت لنا على قد ما هو مفرحنا ان احنا طب ما احنا بنعرف نعمل اللي هو حاجه يعني عالميه زي اللي احنا شفناها دي، وبنعرف نتعاون مع بعض، وبنعرف ان احنا ازاي ننظم نفسنا سواء جهات رسميه حكوميه او غير رسميه. يعني قصة ال